بسم الله. ربنا اجعلنا جادين في ديننا، واجعلنا لا نقول إلا ما يرضيك، ولا نتخيل إلا ما يساعدنا على إرضائك والتقرب إليك يا كريم يا مجيب الدعاء. اجعلنا دائما من الذين تستجيب لدعائهم، دعاء ما مستجاب بفضل الرحمن الرحمن الرحمن. يقول ربي مخاطبا الكفار محذرا اياهم: يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. ما كذبتوهم اليوم ده، حين الله قال لك راهو هذا يحتم لما مر من سنين نبي تاب سنين يكزرب: يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما انما. هذه انما ادعوكم الى دراسه في كل المواقع اللي ظهرت فيها الصيغه دي انما، وكذلك ادعوكم الى التعرف على بنايات الايات القرانيه حتى المدهامتان، معناها الجنتان هما الشديدتان الخضرى، وعرف سر الخضرى يعني هي بناؤها كما تقولون معجز. على جد آية مثل كان في عبارة برا أبحث وأبحث الأدوات النحوية والتصريفات الصرفية في القرآن العظيم، ابحثوا لعلكم تكونوا برواحكم نحويين وكبراء في التصريف، لعلك تعثرون على أشياء لم تكن في معلوماتكم اللي أغلبها مسيطر عليها الشيطان، وتدعون العلم وأنتم أجهل الجهال. نسأل الله السلامة، لأنه اللي ما يعرفش القرآن فهو جاهل، وإن كان ملا هو أول النحويين وخير العالمين بالتصريف. نسأل الله السلامة.